لليوم الثاني على التوالي فشل المرشحون لرئاسة اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الحصول على أصوات الأكثرية التي تخولهم الفوز وأفادت تقارير فرنسية عديدة أن الدوحة حاولت تقديم مرشحها للرئاسة عبر شراء أصوات وعقد صفقات مع مندوبين من دول مختلفة إلا أنها فشلت بالحصول على الأصوات المطلوبة وكانت قطر أخفقت في حسم المعركة لرئاسة اليونسكو لصالح مرشحها منذ الجولة الأولى رغم العروض المالية السخية وشراء أصوات مندوبين تحدثت عنها وسائل إعلام فرنسية قبل الانتخابات يذكر أن جلسة تصويت ثالثة ستعقد اليوم لا سيما وأن أحدا لم يتمكن من الحصول على أكثرية الثلاثين صوتا المطلوبة للفرز